قبل أن ترقصي لتكوني قوية. ابنتي! لا تتحركي، لحسن الحظ معي صبار العلاج. لا يا أبوالا، لم أخبرك بما يؤلمني. سأضعه في كل مكان. كارلوتا، آسفة جدا، أنت بخير؟ لقد التوى مرفقي. روني آن، بعد الآن لا تزلج في بيتي أبدا. هيا إلى الطبيب لنتأكد أنك تستطيعين الرقص. أقصد أنك بخير. سأكون بخير، لكن لا أظنني أستطيع الرقص. ما الذي جعل أمي تبكي؟ سأنتقم منه. سوف أكون بخير، فقط تقليدنا يموت. أنا أستطيع الرقص معك. متأكدة يا روني آن؟ تعلم الرقصة الفولكلورية أمر صعب. أستطيع تعلمها، وذلك لأنها تقليد عائلي. إنه لشرف كبير لي أن أعلمك. الأفضل ألا تفسد الأمر. إذا رأيتها تبكي ثانية لن يمنعني أي شيء من البطاطا المقلية جاهزة. سيكون هذا سهلاً. أنا أجد رقصة يون كوان. لا، انسي كل ما تعرفينه عن الرقص. سوف نبدأ بهذا. هذا مكان قيلولاتنا. ما علاقة أداة كرة القدم بالرقص؟ يجب أن نبني قوتك. كلام أقل ودفع أكثر. ماذا تفعلان هنا؟ تلعبان الكرة؟ تمرين الرقص تقليد عائلي. ولكنك لا تبدين كراقصة. أحاول فقط مساعدة عائلتي. قصة طويلة، لدي وقت. ادفعي ادفعي ادفعي. أوه الذرة. الآن سنعمل على التوازن. أمسكي بهذه، لا تسكبي قطرة. مهلا، ماذا؟ هيا يا سيد تشانغ. تقليد عائلي. أوه، لا مانع عندي. والآن هيا إلى المرحلة التالية. سترتدين هذا. ألا أستطيع أخذ قيلولتي؟ وما هو معنى هذا الرداء؟ ولما كل هذه الجيوب؟ أهذا نشاء ذرة؟ أجل، الأوزان. الأثواب الفولكلورية ثقيلة جدا، لذا صممت هذا الثوب التدريبي لأجهزك. إذا استطعت الرقص به يمكنك أداء الرقصة الفولكلورية. لنبدأ. إنها مذبحة حقا، انجوا بأنفسكم. انسي الثوب الثقيل، حان وقت الثوب الحقيقي. ألوانها زاهية ولكن هذا يبدو رائعاً. هذا ثوب الراقصة الأولى إزميرالدا، كانت متمردة، ممنوع الحديث عنها. أنت ستلبسين شيئاً أفضل بكثير. ثوبي الأول. إنه سيعجبك وسيبهرك مع مساحيق التجميل. مساحيق؟ الجزء التالي من تدريبك يدور حول هذا. كتمان المغص. لا، الابتسام. الراقصون يجب عليهم نقل بهجة الرقصة طوال الوقت. تابعي الابتسام مهما حدث. ربما تعبت قدماك أو حتى ألمك ذراعاك. ربما ترين أحد مشاهدي الصف الأول يمضغ بتوحش. مهما حدث يجب عليك أن تحافظي على البهجة. لنتدرب. هيا يا كارل، دورك. يا روني آن، ثوب جميل. أقصدت أن تشبهي حبة العنب؟ حافظي على البهجة ولا تتأثري. أوه، معذرة، لقد استعرت لوحة تزلجك وقمت باستعارة هاتفك أيضا. سأنشر هذا. البهجة موجودة. سوف أدعكما تعاودان التدريب، ويجب علي أن أنهي قراءة يومياتك. وصلت للتو للجزء الخاص بيون كوان. واو، هذا خيال جامح. ها؟